حق والله. انا مش فاهم انت قلقان ليه، انا عملت لك كل اللي انت عايزه. مش فاهم برضو انت ليه سايبها تتحكم في الشركه زي ما هي عايزه كده. الشركه اللي انت بتتكلم عنها دي خلاص ما بقتش تهمني. انا كل اللي عايزه منك انك تسمع كلامي كويس وتنفذ اللي بقوله لك بالحرف لحد انا بخلص اللي برتب له. لا انا مش فاهم حاجه خالص. افهمك، انا زمان غلطت غلطه كبيره قوي لما اتجوزت اللي اسمها زينب دي وعشت معاها، وغلطت اكتر لما اديتها رقبتي. انا عشان خاطرك اصلح الغلطه دي، والشركه اللي هي متصوره انها بتتحكم فيها وان هي القوة اللي ساندة عليها خلاص تقريبا انتهت. ما تندهش، اصلا انا اسست شركة جديدة باوراق جديدة وتعاملات جديدة. كل اللي انا عايزه بس انها ما تحسش باي حاجة لحد انا ما اخلص اللي برتب له. طب وسامح والشراكه اللي بينهم؟ سامح ده عبيط، اتجوز ايتن ومتصور انها هتنقذ شركته من الفلس، وانهم لما يضموا الشركتين على بعض قال ايه؟ هتشيله. يعني ايه؟ يعني بمجرد ما اعلن عن شركتنا الجديده وتعاملاتنا الجديدة الشركة دي هتقع، وآيتم مش هيبقى لها وجود. ايه؟ على فين؟ ابدا عندي شغل. شغل؟ طب استنى اجي معاك. لا تيجي معايا فين؟ ده انا هعمل لك مفاجأة كبيرة أوي، هتفرحي أوي لما تعرفيها. سيبيني أخلص كل حاجة وأحكي لك. طب ماشي أوكي. يلا باي. باي. معقولة يا ايتن؟ أكلمك كذا مرة ما ترديش على التليفون؟ أنا مش فاهمة إيه ده؟ ما تخلي التليفون في إيدك يا بنتي. كنت لسه هكلمك. تعالي عشان عايزاكي في حاجة مهمة أوي. لا تعالي أنتِ عشان أنا عايزاكي في حاجة أهم بكتير. اقعدي. خير؟ احكي لي في إيه؟ مش سامح طلع مفلس ومعهوش ولا مليم؟ إيه؟ والفيلا دي كمان مرهونه للبنك، وسمير عايز يرميني بره الشركه وعمل شركه جديده وسحب كل العملاء بتوعنا. وايه كمان؟ يعني خلاص كده المخطط باظ، هنترمي في الشارع على جثتي. امال هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ بعدين انا مش فاهمه،
ازاي لما سالتي على حسابه في البنك قالوا لك انه تمام؟ ما اعرفش، الظاهر اتفق مع الموظف بتاع البنك انه يقول لي كده، هو ده التفسير الوحيد. طب وكان بيتجوزني ليه؟ عشان يضم شركته لشركتنا، عشان يضمن انت ما تعترضيش لما تعرفي انه مفلس. ما خلاص بقى جوزك. يعني هو اتجوزني بس عشان ينقذ نفسه. واطي صح. دلوقتي فهمت، دلوقتي فهمت تصرفاته اللي انا كنت مستغرباها. وانا كنت مستغربه بقول ازاي يسيبني من اول يوم ويروح لواحده تانية. ايه ده، انا عمري ما شفت سفاله كده. ميغور في 60 ده هي تاخده. المهم خلينا في المصيبه اللي احنا فيها. المصيبه فعلا البت ميرا لازم تتجوز مروان. مامي، هو انت في ايه بينك وبين سمير مخليه عمال ينخور وراكي كده وعايز يخلص منك؟ فهميني. ولا حاجه يا حبيبتي، هم رجاله كده زباله بعيد عنك، مفيش حاجه. عندك حق فعلا، هم زباله، هم شياطين، انما احنا ملايكه مفيش زينا. صح. ما انا بيني وبينك يا سيده لما فكرت قلت والله ان انت فعلا كان عندك حق. انا ما ينفعش اقعد معاكم في البيت ده. وهتروح فين يا رحوم؟ اجرتي لي شقه صغيره هقعد فيها لغايه ما اظبط حالي. ولا هات من الاخر يا ولا. وحياتك يا سيده زي ما بقول لك كده، وانا اكدب عليك ليه يعني؟ طب خلاص، هما يروحوا الشقه دي وانت تقعد معايا هنا، على الاقل ينزحوا من على قلبي. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش طبعا. يروحوا يقعدوا في اي شقه. وبعدين الناس يا سيده تاكل وشك، هتقولي لهم ايه؟ ست عيالي في الشارع، رميت ولاد اخويا في الشارع. وانا مالي بالناس؟ يقولوا اللي يقولوه، انا يهمني؟ انا ما يهمنيش كلام الناس. بقول لك يا سيده، انا خلاص رتبت حالي، هقعد في الشقه دي لغايه ما ربنا يكرمنا بقى ان شاء الله. اديني العنوان عشان اجي ازورك. هبقى ابعتهولك في مسج. السلام عليكم. ايه ده؟ الواد ده ناوي على مصيبه، بس انا هعرف ايه هي. سلام عليك يا دي يا متولي، وانت رايح رايح تقابلها؟ ايه ياما الوقفه دي؟ ايوه ياما رايح اقابلها. خايب في ايه ياما؟ ايه ياما؟ كفايه بقى ياما، مالك؟ عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ ما هو كده البني ادم لما تبقى فيه غمامه كده على عينه، مهما تحاول تخليه يشوف برضه بيفضل اعمى ما بيشوفش. ايه ياما؟ اهدي ياما، ولا هو شغل حموات من اولها بقى وهنفضل بقى نعمل كده وكده وكده؟ في ايه ياما؟ يا سنتك السودا، انت ناوي يا واد على جواز؟ ناوي ياما على جواز. يا لهوي على خيبتك التقيله يا خليله، فيبتك يا خيبتك. ولا انا شفت احمد شايل شنطه كده بتاعت سفر، ورايح فين؟ اسكتي. ايه؟ اسكتي يا خليله، انت ما تعرفيش؟ لا. ده خد شنطته وهيروح يقعد في فيلا كبيره كده بعيد عننا وبعيد عن الحاره. وانا عندي ليكي مفاجاه. ايه؟ هعمل لك زيه، بس هقعدك في قصر، انما ايه؟ يليق بيكي. ولا ايه؟ تعالي لي، تعالي. في ايه يا امي؟ تعالي لي بس اموت واعرف انت واحمد بتشتغلوا في ايه. ريح قلبي يا ضنايا، قول لي والنبي. حاضر، هقول لك. هتقول لي؟ سيبيني دلوقتي بس. تعالى هنا. ما سيبيني دلوقتي يا ابني. اهمل شويه. بلحه وبيتاجر في البني ادمين. بيبيعهم ما بيرجعوش. انتوا بقى يا روح امك بتتاجروا في ايه؟ هقول لك. قول. بصي، شايفه العصفوره اللي واقفه فوق الشجره دي؟ اوعي بقى كده، اوعي. سيبيني بقى، ده انت غريبه يا شيخه. الله ينكد عليك يا خيبتك السودا في ابنك يا خليله. يا خيبتك. سعيد خير؟ والله ما كان عندي وقت، اصل انا كان عندي ظروف مخلياني مش عارفه انظم وقتي خالص. طب ما تخليها بكره بدري قوي كده قبل الشغل. طب خلاص انا تحت امرك. حاضر. سمر، انا عارف ان انا بتطفر عليك حبتين، وخصوصا ان انا كنت تقيل شويه الفتره اللي فاتت، بس صدقيني ما لقيتش حد اتكلم معاه ولا احكي له وافضفض له غيرك، وخصوصا لما فجاه تحصل حاجات كده في السن اللي احنا فيه ده. عارفه لما يعدي زمن طويل وفجاه تحسي بحاجات عمرك ما كنت بتحسيها قبل كده، وتلاقي نفسك تتكلمي مع حد او تحكي له وما تلاقيش، ساعتها بتحس ان الدنيا فاضيه وما كانش فيها بني ادمين. ولا أي حد أتمنه على مشاعري أو إحساسي. أنا عارف إن أنا دوشتك بكلامي حبتين، بس صدقني ما لقيتش حد غيرك أثق فيه وأحكي له كل الكلام ده. على
الو سمر، انا تحت البيت، ممكن تنزلي؟ فيها سمر مالك؟ علي تحت البيت وعايزني انزله حالا. هو حضرتك بتقولي انك تحت البيت عندي هنا؟ يا سمر تحت ايه؟ لا خالص. طب انا هنزل لك حالا. تنزلي تروحي فين دلوقتي؟ السيده قاعده بره مستنيه تقفش اي واحده فينا. ما انا هشوف هو عايز ايه من على الباب هنا. هو طالما جه لحد هنا الموضوع غريب. هو عايز ايه الراجل ده؟ هو مش شايف الساعه كام؟ هيكون عايز ايه؟ هو اكيد بيمر بظروف صعبه. كلنا يعني بنمر بظروف صعبه، يعني مفيش اي حد بيمر بظروف اصعب من اللي احنا فيها على فكره. بقى على فين العزم ان شاء الله؟ انت عارفه الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 8:30. يعني داخلين على نص الليل. ما انا هنزل اجيب عشاء. ولا هتعشينا؟ منين ده المعاش يا دوبك الغاز والكهرباء. خلاص بقى يا عمتي، هو انت هتعدي؟ خلاص بقى. بيت اعوذ بالله اللي ما قالتش تتعشي معانا يا عمتي. يا ترى اتأخرت ليه يا عبد الله؟ ألف مبروك أحمد باشا على الفيلا الهايلة دي. فيلا يا أبو كرمة دي قصر. قصر فعلا. طب بقول لك إيه بقى؟ إيه؟ في شوية حسابات كده عايزين ننهيها مع بعض. لا 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 ما تكلمش في أي حسابات دلوقتي خالص، سيبنا استمتع وعيش. عيش عيش. إيه الجمال ده يا جدعان؟ عيش يا معلم. مش مصدق نفسي. إيه الحلاوة دي؟ بقى أنا أعيش هنا؟ ايوه عادل. بقول لك يا ولا عادل، خلاص لعبت قوي. خلاص يلا بقينا اصحاب فلل وعربيات، والاشياء هتبقى معدن وهتحلو. بقول لك ايه، اسمع بس، سيبك من اي كلام. انت خلاص هتيجي تعيش معايا هنا في الفيلا. هتيجي تعيش معايا هنا، سيبك من شغل الحاره بقى والحوالي ده، خلاص ظبطت على الاخر. ماشي ماشي، اما ابقى اشوفك. سلام.